بذل فيها حماية، لن يكون فيها حرب. قال اذا اراد الله امرا امضاه، انا متأكد ان الله سيستجيب دعوتي. بقي عمر رضي الله عنه وارضاه ايام، ومرة من المرات جلس يشكو مر على الناس زي ما قلت لكم، شاب بعض الخاملين، قال اللهم اني اشكو اليك عجز الثقة وجلد الكافر والمنافق. يقول بعض الناس مؤمن لكنه عجاز، وهؤلاء المنافقين، وهذا اليوم حتى في تاريخنا تجد عنده من الجلد ما ليس عند غيره. ثم اخذ رضي الله عنه قال كل من كان عنده من يستعمله، يقول اللي عنده عبد ولا خادم جابه من السبي وهو غير عربي من الفرس يطلع من بلدنا اذا كان غير مسلم، طلعوا الصحابة كل اللي عندهم الا المغيرة بن شعبة، عنده واحد حرفي حداد ويرتاح لشغله ويجيب له فلوس يدخل، عبده لكنه من الفرس. يقال له ايش؟ من يعرف اسمه؟ من يعرف اسم ابو لؤلؤة المجوسي؟ لا لا، وين عبد الله بن سبأ؟ عبد الله بن سبأ في موضع اخر، فكروا فيه نجي عليه. هذا الرجل اسمه فيروز. عموما هذا الرجل راح المغيرة بن شعبة قال يا عمر اني اطلبك، ابو المغيرة صحابي جليل كبير، اني اطلبك ان تبقي هذا الغلام لي، فهو رجل ليس منه شر ويعمل عمل جيد. استحى عمر قال فابقه. العباس رفض يطلع اللي عنده، عم النبي قال ما نطلعه، ما لنا من عمر حتى لو كانوا كفار لكنهم يخدموننا. لكن عمر اراد اخراجهم لانهم اهل خيانة، فكان عمر رضي الله عنه قد وافق للمغيرة على ذلك. يقول مرة كان عمر يمشي مع مجموعة من الصحابة، يقول فجاء هذا فيروز ابو لؤلؤة المجوسي يركض، يا عمر يا عمر اني اشكو اليك. قال من انت؟ قال انا فيروز الصبي الذي يعمل عند المغيرة بن شعبة. يقول اول مرة يشوفه عمر، قال وماذا تريد؟ قال ان المغيرة يشغلني يعني، وطلب مني ان اعطيه في كل شهر 100 درهم وهذا كثير علي. قال نادوا المغيرة، تعال المغيرة انت تطلب من مال؟ قال اطلب من يا امير المؤمنين، رجل يعمل ويدخل فلوس واجد وهو اصلا عبد عندي، فانا امنحه وقت يشتغل للناس. قال للمغيرة ارفق به ولا تأخذ شيئا كثيرا، وانت اطع سيدك ولا تعصي. وزعل المغيرة، زعل هذا ابو لؤلؤة، قال لم يعدل معي عمر. فراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. عمر ابن الخطاب جلس ينظر اليه ثم ذهب، ومرة من المرات يقول كنت امشي فرأيته بانتشر صيته يصنع سيوف وخناجر وينقشها ويصنع رحى، لكن هالمرة اختراع ابتكار، صنع رحى في فتحة موجود هذا في المدينة الان حتى في بعض المعارض الاسلامية موجود، يدخل الهواء من جهة يلف الرحى لحالة، جابوا الابتكار. فسمع عمر انه صنع رحى، قال له سمعت انك تصنع رحى غريبا، اتصنع لي؟ قال ساصنع لك رحى تسمع به الدنيا كلها. نظر في عمر ومشى. قال عمر اخسأ ايها الخبيث. استغرب الصحابة، قال والله اني رأيت في عينيه انه يتوعدني بالقتل. قال كيف يا عمر؟ قال هذا الكلام اللي يقول الرحى يقصدني. قال نقتله يا امير المؤمنين. قال لا يقتل امير المؤمنين بالظن، هذا ظن. ايقال ايقتل بالظن؟ ان قدر الامر الله قدرا مقدورا. يقول ترك، يقول ولده عبد الرحمن او عبد الله، كنت امشي مرة في سكك المدينة وشفت اربعة، شفت ابو لؤلؤة هذا ومع واحد مجوسي واثنين يهود، هاليهود في كل بلية في المسلمين لازم يدخلون فيها. يقول فرأيتهم وكان واقفين، ولما رآني خاف الرجل واهتزت عباءته فسقط من بينها خنجر له رأسين. يقول وشال، لكني ما فهمت. يقول ونسيت ان اخبر ابي، ما علمت عمر رضي الله عنه باني شفت ذاك المشهد. المهم يقول رضي الله عنه فنادى امير المؤمنين قال الناس ايها الناس ابعثوا لي رجلا، شوفوا الصفات اللي يبغاها، اريده رجل ذو صفتين، اذا كان بين الناس وهو ليس امير ظنوه اميرهم من العقل اللي عنده، واذا كان اميرهم ظنوه ليس اميرهم من رحمته وحلمه. فبحثوا فوجدوا حذيفة بن اليمان. قال يا حذيفة حدثتني عن الفتن، انا قد سألتك عن الفتن لكن بسألك سؤال مهم. قال وما هو؟ حذيفة هو سر امين سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني عن المنافقين، او ذكرني رسول الله منهم؟ يا جماعة عمر يقول انا اسمي مسجل عندك اني منافق؟ يقول فسكت. قلت لا يا امير المؤمنين، والله لا ولن احدث بها غيرك، خلاص انت منهم يا امير المؤمنين.
يقول عمر كنت ابي اعرف المنافقين ما قدرت اللي مسجلين عند حذيفة. متى يعرفهم عمر؟ يقول اذا جت جنازة اروح اراقب حذيفة، اذا شفته طلع يصلي رحت صليت دريت انه مؤمن، اذا شفته ما طلع دريت ان اللي ميت من المنافقين. وهذا من ذكاء عمر رضي الله عنه وارضاه. المهم ان عمر بن الخطاب ذات يوم وقف للصلاة يريد ان يصلي، فلما دخل المسجد رضي الله عنه وارضاه كبر. ابو لؤلؤ المجوسي يخطط من اكثر من شهر، يقول سمى يعني حط السم في الخنجر له راسين، يقول من شهر، يقول كل ما بحثت عن عمر لوحده ما لقيته الحالة. وهذا تعطينا تأكيد ثاني ان عمر ما كان يجلس لنفسه، عمر كان يختلط مع الامة لاجل الامة. يقول يوم كبروا ذاك اليوم لصلاة الفجر رضي الله عن عمر وارضاه، دخل عمر يصلي بالناس صلاة الفجر في ذلك اليوم الذي كتب الله فيه ان يموت. اختلف العلماء هل مات يوم اربعاء او يوم اثنين، والصحيح انه مات يوم الاثنين، وعمره ايضا 63 سنة. شوفوا الموافقات ايضا، او 62 سنة ايضا كما اختلف المؤرخين في تاريخ الوفاة. شاهد الكلام، كبر عمر لصلاة الفجر، الله اكبر. اللي خلف عمر منه على طول العباس، واللي خلف العباس احد من الصحابة يقال له عمر. كان خلف العباس رضي الله عنه وارضاه ابن ميمون، فدخل عمر فكبر. لما جلس يقرأ في سورة يوسف بدأ يبكي، وكان كثيرا ما يقرأها ويبكي. لما ركع وسجد السجدة الاولى واراد ان يقوم، تقدم ابو لؤلؤ المجوسي بين الصفوف وطعن عمر 9 طعنات. قال يقول عبد الله فعددت طعنات في ظهر ابي، وجدت 4 طعنات في ظهره، و3 طعنات في بطنه، وطعنتين في الجنب. يقول فالناس ما يدرون الان، اللي حس بالموضوع العباس لانه خلفه مباشرة. عمرو رضي الله عنه وارضاه بن ميمون يقول انا كنت اجي بدري المسجد واصلي بالصف الثاني لاني اخاف من عمر ما اقدر اصلي وراه. يقول له عمر معاب، يقول اجي وراه عشان اكون قريب منه. طبعا الصوت او الضوء خافت، السراج قليل وظلام صلاة الفجر. يقول فطعن عمر وبدأ يمشي بين الصفوف يطعن في الصحابة، طعن منهم 13 صحابي، مات منهم 9 ممن طعنهم في ذلك اللحظة. والناس اللي وراء في الصفوف ما يدرون، بس ان الصوت انقطع يحسبون عمر سهى، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال عمر طعنني الكافر، طعنني الكلب، هذه في الرواية، طعنني العلج. يوم تقامز الصحابة قاموا رضي الله عنهم مرضاهم يركضون في المكان يبحثون. يقول رضي الله عبد الرحمن بن عوف فمر من جانبي، فلما مر عليه بشت جبر ثقيل وبر يعني، يقول فاخذته ووضعته على رأسه يعني غممته حتى سقط في الارض. يقول يوم حس ان الصحابة مسكوه طعن نفسه 3 طعنات فمات. فحمل عمر رضي الله عنه، هذه استجابة ربنا لعمر، دعا الله. وشوف وين يطعن وين يموت، يموت في صلاة الفجر، يموت في مسجد رسول الله، يموت في المحراب، يموت وهو يصلي امام بالناس ويقرأ القرآن. ولما سقط رضي الله عنه قال لابنه عبد الله اسندني اسندني فان الدم ينزل، الدم يصب، يقول فاسند. وهذا ايضا تعطينا لفتة لازم يا جماعة نتعلم مع الهلال الاحمر اسعافات الاولية. كثير من الحالات الوفيات التي تكون احيانا في الطرق وفي الحوادث لاننا نجهل مثل هذا العمل، ولعل الدكتور يضيف ان شاء الله تعالى ايضا في فترة ايضا بعد هذا حول هذا الموضوع. عمر جلس قال اسندني، ما يبغى يتحرك خشية ان ينزف الدم ثم يموت في لحظته، فاسند رضي الله عنه وارضاه. ولما جلس عمر رضي الله عنه قال صلي بالناس يا عبد الرحمن. شوفوا الاهتمام يا جماعة، واحد مطعون يقول صلي بالناس كمل الصلاة. وتقدم عبد الرحمن ابن عوف وصلى بالناس الركعة الثانية، قيل انه قرأ فيها ان اعطيناك الكوثر، يعني خفف في الصلاة وسلم. ثم حمل رضي الله عنه وهو مغشي عليه، يوم دخلوا عليه قال العباس كيف عمر؟ قالوا مغشي عليه. قال اعرف ما الذي يوقظه. قالوا شلون توقظه ومغمى عليه؟ قال قولوا وجبت الصلاة، دخل وقت الصلاة فيقوم عمر. يا جماعة الصلاة هاجس هؤلاء الكبار. يقول فوقف العباس قالوا الصلاة يا عمر، الصلاة يا امير المؤمنين. يقول فتح قال اصلى الناس، اصلى الناس.
قالوا نعم صلى الناس، ثم أغمي عليه مرة ثانية. قال فقال لهم من قتلني، يعني من اللي طعني، هو ما همه من الذي طعنه لأجل الموت، لكن خايف أن يكون الذي طعنه مسلم. قالوا طعنك العلج أبو لؤلؤة، هذا المولى العبد اللي عند المغيرة بن شعبة. قال الحمد لله الذي جعل وفاتي أو نهايتي على يد كافر لم يسجد لله سجدة، يعني الحمد لله اللي طهر منها دماء أو أيدي المسلمين. المهم أن عمر بن الخطاب جلسوه ودخل عليه الطبيب، الطبيب وهذه لك يا دكتور أيضا إسعاف الناس، دخل عمر شوفوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر إني أريد شيئا أشربه، فأحضروا له اللبن. يقول العباس والله إن عمر يشرب اللبن وهو يخرج من جنبيه، يقول يطلع اللبن مع جنبيه من شدة الطعنات. فلما رأى الطبيب ذلك قال يا عمر إنك ميت فأوصي. قال جزاك الله خيرا حيث صدقتني. ودخل عليه شاب من شباب المسلمين فقال يا أمير المؤمنين نشهد أنك بلغت دين رسولك وأنك قمت على أمتك خير قيام، ونشهد لك بأنك حكمت فعدلت وأنك نلت الشهادة. وجاء بروح الشاب وشاف ثوبه طويل، وهذه وقفة لكم أنتم يا شباب ولكل الرجال. قال له عمر تعال نادوه، والتفت الشاب يحسبه بيقول له كلام بالنسبة له أكبر من هذا. قال يا شاب ارفع ثوبك فإنه أطهر لثوبك وأنقى لقلبك وأرضى لربك. ارفع ثوبك يا جماعة. بوقف وقفتين هنا، ترى 3 سنتي قد تدخلك النار، يعني الكعب بين الكعب وبين السنة سنتي واحد، واحيانا بعض عيالنا وشبابنا والرجال ينزلها 2 سنتيات 3، حرام 3 سنتي تكون يعني تأخرك على الأقل يوم القيامة مع صفوف المتقين. ارفع ثوبك ارفعه. عمر لحظة موت يا جماعة، اسألوا انفسكم لو ان موضوع الثوب مو مهم وطول الازار ما فكر عمر وهو في لحظة الاحتضار بموت يا هذا تعال تعال ارفع ثوبك فانه اطهر لثوبك وانقى لربك وانقى لقلبك وارضى لربك. وانا اناشد ايضا الدعاة والامرين بالمعروف والنهي عن المنكر، يا جماعة مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر الى اخر لحظة في حياتكم، الى اخر رمق، وان تموت وان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر رغبة بما عند الله جل في علاه. ثم فاذا بعمر بن الخطاب يقول عثمان بن عفان دخل عليه الناس يزورونه، جلس 3 ايام 3 ايام وهو ينزف. يقول فدخل عليه عثمان بن عفان وتسقط، ما تحمل يشوف المشهد. يقول فرفع رأسه عبد الله، رفع رأس ابوه لحية عمر كثه. قال فقال يا عبد الله دعني، وحط رأسه في التراب، دعني امرغ وجهي ولحيتي في التراب، ويل لعمر وويل لام عمر ان لم يرحمه الله، دعني لعل الله يراني في هذه الساعة، لعل الله يرى عمر في هذه الساعة فيرحمني. يقول جلس يمرغ وجهه في التراب. يقول عثمان والله إني كنت من آخر من وقف عند عمر قبل موته، وإني رأيته يمرغ وجهه في التراب. قلت يا أمير المؤمنين ارفع وجهك. قال دعني يا عثمان دعني لعل الله يرى عمر، لعل الله يرى عمر ووجه عمر في هذا التراب ثم يرحم عمر في هذه الساعة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلس عمر رضي الله عنه وارضاه، والصحابة من حوله. قال عبد الله، قال نعم يا أبي. قال اذهب الى عائشة ام المؤمنين فاقرئها مني السلام، بس بشرط لا تقول لها يسلم عليك امير المؤمنين، فما انا للمؤمنين بامير. قل لها يسلم عليك عمر، عمر حتى لا تستحي مني، وان عمر يستأذنك في ان يدفن مع صاحبيه في حجرتك. والله ما تمنى عمر امنية منذ ان مات رسول الله وصاحبه ابو بكر الا ان يدفن معهما في هذا المكان، فان هي اذنت لي فذاك فضل، وان لم تأذن لي فذاك عدل. يقول عبد الله بن عمر رحت لعائشة اطق عليها الباب، فاذا بها تبكي رضي الله عنها. يقول الصحابة والله ان رأينا عائشة تبكي على عمر اكثر مما كانت تبكي على ابي بكر. ولما سئلت لماذا بكيت على عمر اكثر من ابو بكر، قالت لان موت عمر باب يكسر على الفتنة على امة محمد، رحم الله عمر فقد كان بابا وسدا ذريعا لهذه الامة من كل الفتن. قال لها عبد الله يا ام المؤمنين يا عائشة ان ابي عمر يسلم عليك
ويستأذنك أن يدفن مع صاحبيه إن أذنت له؟ قالت: والله ما تمنيت هذا المكان إلا لي، ولكني حينما سمعت بطعن عمر أردت أن أهبه له. قل لعمر: وافقت عائشة لعل الله أن يجمعك مع صاحبيك. ودخل عبد الله على عمر فقال: أبشر يا أبي، إن عائشة تنازلت ووافقت بذلك المكان وأن يكون لك. قال: يا عبد الله، إذا مات أبوك فضعه على السرير. إذا مات أبوك فضعه على السرير، ولا تدفن عمر حتى تذهب إلى عائشة مرة أخرى واستأذنها، علها قد استحت مني وأنا حي. قل لها: إن عمر يستأذنك مرة أخرى أن يدفن في هذا المكان. يقول عبد الله: فلما مات أبي ذهبت إلى عائشة فقلت لها: يا أم المؤمنين، إن عمر يستأذنك أن يدفن. قالت: قلت لك وقد أذنت له. تقول عائشة رضي الله عنها: فلما دفن عمر في ذلك المكان، وهذه رسالة للبنات وأخواتي والنساء، تقول: والله كنت أخلع ثوبي، يعني ألبس ملابسي في حجرتي حتى مات رسول الله. فلما دفن رسول الله قلت: إنما هو زوجي. تقول: فلما دفن أبو بكر فكنت أخلع ملابسي وألبس، فأقول: إنما هو أبي وزوجي. فتقول: فلما دفن عمر والله ما خلعت ملابسي ولا لبست في تلك الحجرة. فقلت: رجل غريب بيننا، وأنا أقول للنساء والأخوات: إذا كانت عائشة تستحي من ميت ولا تلبس في غرفة فيها ميت لا يحل لها، فكيف بمن أفتنت وفتنت نفسها والرجال في الأسواق؟ يا ربي رحمك، يا ربي رحمك. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن بدل وغير في هذه. رضي الله عن عمر ورضي الله عن عائشة. فحمل عمر رضي الله عنه وغسل ودفن في ذلك المكان، وقبر عمر اليوم بجانب قبر أبي بكر، وكأن الله جمعهما رضي الله عنهما مع رسول الهدى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حتى يبعثوا جميعا يوم القيامة في هذا المكان المبارك. ونحن كلما زرنا مدينة رسول الله سلمنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وعلى الشيخ الأول أبي بكر، وعلى الشيخ الثاني عمر، ونشهد أنهما قد أدى ما عليهما وقد توفاهم الله، ورسول الله قد رضي عنهما، رضي الله عن عمر وأرضاه، وجمعنا بعمر في جنات النعيم. وأختم أيها الأحبة، نحن في تاريخ عظيم، وهذا عمر يصلح في هذا القرن وفي هذا الجيل وفي كل وقت. اقتدوا أيها الشباب، أيها الرجال، أوصيكم أنتم إخوتي وأحبتي، أوصي العلماء والحكام والدعاة والمصلحون والأمهات والأجيال أن يقتدوا بأمثال هؤلاء. ولا رجال، أنتم أشكالكم ديكورات. أنا دائما أقوله، بعض الناس بدي لكن تبغى مضمون ما فيه، تبغى إنسان حقيقي ما تجد. ولذلك لما تخلوا عن علي رضي الله عنه وارضاه قال: أنتم أشباه الرجال. يقول جابر بن سمرة: كان النبي عليه الصلاة والسلام نادى علي مرة، قال له: يا علي تعال، أن بدينا الآن سنختم. قال: نعم يا رسول الله. قال: من أشقى الناس في الأولين القدامى، من أشقى واحد فيهم؟ يقول: فقلت: يا رسول الله، أشقاهم الذي عقر الناقة في قوم صالح. قال: ومن أشقى الناس في الآخرين الآن، من أشقاهم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أشقاهم قاتلك يا علي. يدري أنه بيقتل، قاتلك يا علي. يقول: فقلت: أمقتول أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ستغدر بك من بعدي وأنت على ملتي، وتقتل على سنتي. من أحبك يا علي أحبني، ومن أبغضك أبغضني. وإن هذه، يشير النبي لحيته، وإن هذه يا علي لتخضب من هذا، يعني بتصير الضربة في راسك وينزل الدم ويتغير لون لحيتك من الدم. يقول: فمسكت لحيتي فقلت: صدقت
يا رسول الله. يقول علي بن ابي طالب وكنت على يقين ان موتي سيكون كما قال النبي. يقول ان كان مرة في المدينة قبل يروح الكوفة فمرض ومرض مرض شديد، دخل عليه بعض الناس قالوا يا علي نأتيك بالطبيب قبل ان تموت، وص شوف لك خليفة. قال لا لا لا، ليس هذا مرض موتي، والله لن يموت صاحبكم حتى تخضب هذه من هذا، هذا قول رسولي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أذكر لكم أبيات الآن مهمة ذكرها القحطاني يصف هذا المشهد. يقول رضي الله عنه وأرضاه، فذهب رضي الله عنه وأرضاه جلس ويحدث عياله ويحدث زوجاته أنه سيموت بهذه الميتة، وكان ينتظر الموت في أي لحظة رضي الله عنه وأرضاه. ومرة من المرات كان الناس إذا خرج علي يخافون عليه، قال نضع لك حراس، قال لا أريد حراسا، لا تحطون لي حارس ولا شيء، إنما دعوني فالحافظ والحارس هو الله سبحانه وتعالى. ومرة من المرات جاء رمضان، ولما جاء رمضان كان يتعشى مرة عند الحسن ومرة عند الحسين، يقولون ما يأكل شيء، يأكل ثلاث لقمات يوقف. فقال ليش ما تأكل؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك تموت يا علي وأنت أخمص، يعني جائع بطنك شبه فاضي، وإني لأظن أن ميتتي أوشكت ليلة أو ليلتين، أنا حاس أن موتي قرب. جاء يوم من الأيام عبد الرحمن بن ملجم اللي قتل علي. بالمناسبة تدرون شو عبد الرحمن بن ملجم؟ ترى حافظ القرآن كله، وكان صوته من أجمل الأصوات، لكن الجهل هذه الفتنة، هذه الفتنة، هذه المصيبة. عبد الرحمن بن ملجم هذا اللي حاطين اليوم له على قولتهم شعار وقتل علي رضي الله عن علي، كان يحفظ القرآن وكان له، كان صوته جميل من القراء، لكن الفتنة والجهل لا تبقي أخضرا ولا يابس. يقول فدخل علي عبد الرحمن ملجم، ويوم جاء عندي كنت أوزع عطايا، فرأيت في وجهه وكش، يعني حسيت يعني حس جسمي أنها غير إنسان سوي، فزدت له في العطية، وهذا من الأدب والحكمة وبعد النظر. يقول ثم قال، يقول جلست أنظر فيه علي، فقلت له أسدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من القتل إذا حل بواديك. يقول فخاف عبد الرحمن ملجم، يقول وش جالس يقول هالكلام، شكله حاس بشيء. يقول تقول أم جعفر زوجة علي رضي الله عنه، تقول كنت أصب عليه الماء، فلما صببت عليه الماء قال والله لا تخضبن هذه كما صببت عليها الماء بدمي من هذه كما أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام. المؤامرة استار، اجتمعوا ثلاثة، عبد الرحمن بن عمرة اللي هو عبد الرحمن بن ملجم هذا، والبرك التميمي، ورجل يقال له عمرو بن بكر التميمي. هذول اتفقوا، هم رؤوس الخوارج، جلسوا يقولون شفتوا كيف قتل اصحابنا وقتل فلان وقتل فلان، وش رايكم نقتل الثلاثة الرؤوس في صحابة رسول الله؟ قال من هم؟ قال نقتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص. يقول عبد الرحمن بن ملجم اما انا فاكفيكم علي بن ابي طالب، واما انت يا البرك التميمي تكفينا عمرو بن العاص، واما انت يا عمرو بن بكر التميمي تكفينا من؟ معاوية بن ابي سفيان. وتعاهدوا على انهم ما ينكسون ولا يتخلف واحد، متى نذبحهم؟ قال نتفق يوم 17 رمضان صلاة الفجر، كل واحد يراقب اللي بيقتله ويجيبنا بخبره ويقتله، اما قتلته فاقتل، انت تموت ما ترجع، لانك اذا مت انت في الجنة، وهذا من الضلال، من الضلال والضياع. اجتمعوا الثلاثة، واحد عند علي راقبه. يقول عبد الرحمن بن ملجم فراقبت علي 40 يوما اشوف وين يطلع وكيف يروح، فوجدته لا يجد له حراسا، ويخرج معه في الفجر رجلين او ثلاثة يعني زي الحراس، ويدخل قبلهم المسجد يصلي الليل وهم يوقفون عند باب المسجد، فعرفت انا مشيه، لكن اريد معي رجلين اثنين. اللي حصل انه قال انا ساقتله، دخل المسجد يشوف وين المكان وكيف يقتله، فوجد في المسجد امرأة اسمها قطان بنت الشخنة او الشجنة، امرأة جميلة ايضا من الثوار من الخارجيات، فرآها ابن ملجم واعجب فيها، قال اريد الزواج منك، قالت بشرطين او ثلاثة، تجيب لي خدامة، تأتيني بخادمة تخدمني وتمهرني يعني مهري 3000 درهم، وتقتل علي ابن ابي طالب. قال اما هذا فابشري فما جئت الا من اجله، والله اني لاشحذ سيفي يعني ادس سيفي او وخنجري في السم من 40 ليلة انتظر قتل علي في هذا المسجد او في هذا المحراب. وافق على ذلك وراح كلم له اثنين، واحد اسمه وردان
واحد اسمه شبيب الحروري قال لهم ابغاكم في مهمة، ان فعلتموها وقتلتم دخلتم الجنة، ان فعلتموها وقتلتم ارتفعتم واعتززتم، وان قتلتم دخلتم الجنة. قال وش يبشر؟ قال تقتلون معي علي. قال مجنون انت؟ هذا اول شاب اسلم في الاسلام وله سابقة وصهر النبي وفاطمة زوجته والرسول مات وراضي عنه. قال انه تجاوز علينا فلنقتله. وضحك عليهم قالوا ما عندنا مانع نقتله. الثلاثة جالسين متجهزين، الاول اللي راح يبغى يقتل عمرو بن العاص يقول انتظرت في صلاة الفجر فلما خرج رميته بسهم فاصاب فسقط. يوم افتحوا فاذا ليس بعمر اللي قتله، عمرو بن العاص ذاك اليوم كان مريض ما طلع، وارسل نائبه خارجه السهمي ولابس العمامه حقته والمشلح، ويوم شافه يحسبه فرماه ومات الخارجي هذا. حتى تعرفون الحكمه او البيت المشهور اردت عمرا فاراد الله خارجه، يبقى انا بغيت اقتل عمرو وقتلت خارجه، فنجى الله عمرو بن العاص. واما معاويه ومسكوه طبعا الرجل ذاك، واما معاويه جاء واحد فيه رمح يقول فنظر الى معاويه فالتفت فضربه على مؤخرته فاصيب فلم يقتل رضي الله عنه وارضاه، وامسكوا بالرجل فقتلوه. اما هذا ابن ملجم قال هذول الاثنين وردان وشبيب ادخلوا قبلي المسجد، لان علي يجي يصلي صلاة الليل في المسجد، خلوكم قبلي في المسجد وانا بجي معكم بعدكم بنصلي، واذا صلينا جلسنا وراء زي الشباب على الجدار هناك. ثم الذين يدخلون بعد علي الثلاثة اللي يحرسونه ما راح يدخلون الا اذا اذن الفجر. فجلسوا يصلون، علي بن ابي طالب طالع ومن عادته ينادي الناس الصلاة الصلاة صلوا يا نيام، يقوم صلاة الليل. يقول فسمعت صوت علي يقول عبد الرحمن بن ملجم قال لشبيب هذا اذا دخل علي فضع سيفك هنا، يعني لابس بشت في شجر في الشتاء، فاذا دخل فاقبل عليه بسيفك وانا عند الجدار ما يمديه يفرض انا وراك. يقول فقام على علي شبيب اول ما دخل فضربه بضربة لكن لم يمت، فقال الله اكبر فسقط علي. ثم قام عبد الرحمن بن ملجم وضرب علي ضربة حتى ضرب في نصف رأسه ثم سقط رضي الله عنه وارضاه. ولما سقط طبعا امسكوا الناس به وتخضبت لحيته وينظر يقول صدقت يا رسول الله قلتها والله لن تموت يا علي ولن تقتل حتى تتغير لون هذه من هذه، فصدق حبيبي ورسولي كنت انتظرها منذ ان بدأت الفتنة. يقول انا انتظر هالساعة لاني تعب تعب الفتنة التي حصلت اتعبته رضي الله عنه. فحمل رضي الله عنه وارضاه، ولما حملوه الى بيته جلس رضي الله عنه وارضاه ثلاثة ايام. هو ضرب يوم الجمعة، جلس السبت وجلس الاحد، قال ادخلوا علي من ضربني. يوم دخلوه لعبد الرحمن بن ملجم قال الست الرجل الذي جئتني قبل ايام فاكرمتك؟ قال نعم والله اني كنت انتظر هذه اللحظة حتى افوز بالجنة بقتلك، واني كنت اسأل الله وانا اشحذ سيفي بالسم 40 ليلة ان اقتل فيه شر الناس. قال استجاب الله دعوتك يا حسن يا الحسين يا بني عبد المطلب او يا بني طالب، ان انا حييت فاتركوه لي وان انا مت فاقتلوه بسيفه، فان الله استجاب دعوة حتى يقتل شر الناس بهذا السيف. فلما جلس علي بن ابي طالب بالفعل قتل ذلك الرجل. جاء واحد شاعر اسمه عمران بن حطان مبسوط من الخوارج بقتلة عبد الرحمن بن ملجم، قالوا يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، اني لاذكره حينا فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا. شوفوا العبث والكفر والخروج. فرد عليه بكر ابن حماد التاهرتي قال قل لابن ملجم والاقدار غالبة هدمت ويلك للاسلام اركانا، قتلت افضل من يمشي على قدم واول الناس اسلاما وايمانا، واعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي
ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا، وكان في الحرب سيفا صارما بطلا ليثا، إذا لقي الأقران أقرانا ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب الناس سبحانا، إني لأحسبه ما كان من بشر يخشى لميعاد، لكن كان شيطانا أشقى مرادا، إذا عدت قبائلها وأخسر الناس عند الله ميزانا، كعاقر الناقة الأولى التي جلبت على ثمود بأرض الحجر خسرانا، قد كان يخبرهم أن سوف يخضبها قبل المنية أزمانا وأزمانا، فلا عفى الله عنه ما تحمله ولا سقى قبر عمران ابن حطانا، لقوله من شقي ظل مجتربا ونال ما ناله ظلما وعدوانا، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، بل ضربة من غوي أوردته لظى، فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، كأن لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. ثم جمع أبناءه رضي الله عنه وجلس يذكر الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأوصاهم خيرا وقال يا بني عبد المطلب لا تخوضوا في دماء المسلمين ولا تمثلوا بهذا الرجل الذي قتلني. ثم جمع الناس وأوصاهم بتقوى الله جل وعلا، دخل عليه جندب ابن عبد الله فقال له يا أمير المؤمنين أوصي بالخلافة، قال لا والله لا أوصي، إنما أدعها كما أودعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمع لهم يا حي يا قيوم رجلا يجمعهم على الخير كما جمعت على أبي بكر بعد رسول الله بهذا الرجل الأمة على الخير. ثم نادى الحسن والحسين فقال اكتبوا وصيتي، فقال اللهم إني أشهدك، قال اللهم إني أشهد أبنائي أنني أشهد أن لا إله إلا أنت وأشهد أن محمد عبدك ورسولك، اللهم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثم أوصى أبناءه وأوصاهم بالصلح ذات البين، ثم قال لا إله إلا الله، ثم مات رضي الله عنه، مات في سنة 40 في يوم الأحد في 19 من رمضان، وغسله ابنه الحسن والحسين وكفناه في ثوبه وصلى عليه الحسن ودفنوه في دار الإمارة بالكوفة، مات وعمره 63 سنة، شابه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في موته، مات العظيم البطل، مات العالم، مات الصحابي الجليل، مات الرجل العظيم، فرثاه الناس، تقول أم كلثوم بنته رضي الله عنه جميعا تقول واوجداه على أبتاه، هي زوجة عمر بن الخطاب، مات أبي مقتولا ومات زوجي مقتولا في محرابه، كلهم شهداء وكلهم خلفاء راشدون رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تولى الخلافة من بعده، بايعت الناس الحسن 6 أشهر، ثم رضي الله عنه وأرضاه تنازل عن الخلافة لمعاوية خشية الفتنة، وقد صدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد عسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين. وتنازل الحسن بعد 30 سنة من الخلافة كلها، يقول النبي ستكون الخلافة بعدي 30 عاما، تولى أبو بكر الخلافة سنة 11 في شهر ربيع الأول، وقتل الحسن في شهر ربيع الأول سنة 41 رضي الله عنهم وأرضاهم. سبحان من جعل الخلافة رتبة وبنى الإمامة أيما بنيان، واستخلف الأصحاب كي لا يدعي من بعد أحمد في النبوة ثاني، أكرم بفاطمة البتول وبعلها وببنهما لمحمد صبطان، غصنان أصلهما بروضة أحمد لله در الأصل والغصنان، أكرم بطلحة والزبير وسعدهم وسعيدهم وبعابد الرحمن وأبي عبيدة ذي الديانة والتقى، وامدح جماعة بيعة الرضوان، قل خير قول في صحابة أحمد وامدح جميع الآل والنسوان، دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما دع ما جرى بين الصحابة في الورى بسيوفهم يوم التقى الجمعان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان،
والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. والويل للركب الذين سعوا إلى عثمان فاجتمعوا على العصيان. ويل لمن قتل الحسين فإنه قد باء من مولاه بالخسران. لسنا نكفر مسلما بكبيرة فالله ذو عفو وذو غفران. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. رضي الله عن علي بن أبي طالب ورضي الله عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان. أحمد الله، اللهم لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا الله، اللهم لك الحمد يا الله. أمن أنت علي بأن أتحدث عن سيرة رسولك صلى الله عليه وسلم، ومن أنت علي في هذا المقام المبارك أن أتحدث عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم اجعل قولي وكلامي خالصا لوجهك، اللهم اجعله خالصا لوجهك، اللهم انفع به العالمين يا رب العالمين. اللهم بلغ قولي وكلامي وصوتي للعالمين في كل مكان، اللهم اجعله صادقا خالصا لك. اللهم اني احمدك واستغفرك ان اخطأت او زللت بكلمة او بنص او بحديث او برواية. اللهم اني استغفرك وانسب الخطأ الى نفسي والشيطان، وانت والقرآن والرسول والسنة منها براء.